متواجدين اليوم في مقر وزارة التربية والتعليم بدبي لتغطية الإحاطة الإعلامية اللي قدمها وزير التربية بخصوص موضوع استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد. خلكم ويانا. عقد معالي الوزير حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم اليوم بدبي بمقر الوزارة الإحاطة الإعلامية التي طرح فيها آخر استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد. تحدث من خلالها عن العديد من المشاريع مثل مشروع صيانة تامة لمدارس الدولة ومنظومة الأمن والسلامة في المدارس، كما تحدث عن التحول الإلكتروني والحكومة الذكية لمدارس الدولة من ضمنها تطوير الكتاب المدرسي، وركز أيضا على الاهتمام في مرحلة رياض الأطفال والتركيز على مصادر التعليم الهامة لهذه المرحلة، كما تحدث عن تنمية قدرات التربويين وبرامج تربوية للمعلمين لتطوير وتحسين أدائهم الوظيفي. وأضاف أنه تم تعيين 1576 معلم جديد في مدارس الدولة، وقال إن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة تعليمية لتوجيه اهتمامها نحو المعلم عبر إعطائه مساحة إضافية بما تتيح له تأدية أدوار جديدة غير نمطية تحقيقاً لأهداف تربوية وتعليمية، ولإشراكه في عملية تحسين وتطوير التعليم والتخطيط ورسم السياسات التعليمية والتنوع في أساليب التدريس. فقد جاء مشروع تدريب المعلمين الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم ليشكل دعامة مهمة في تطوير إمكانيات المعلمين وقدراتهم وإثراء مخزونهم المعرفي وجعلهم على تماس مباشر بآخر المستجدات والعلوم المعرفية والتقنية والتدريسية، مؤكدا أنه تم وضع خطط نوعية مستمرة للارتقاء بمهارات وأداء المعلم لمواكبة الحراك التعليمي الذي نطمح إليه. تعمل وزارة التربية والتعليم بدبي على تطوير وتحسين قطاع التعليم في الدولة. عذار السعدي، قناة الظفرة، دبي.